السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. شهدت القائمة السوداء للناخب الوطني وحيد خليل يوزيتش انضمام لاعب جديد لها والتي يتقدمها كل من حكيم زياش ونصير مزراوي. وحسب موقع العين فإن خليل يوزيتش قرر استبعاد اللاعب يوسف مالح وضمه لقائمته السوداء الخاصة باللاعبين الذين تم توقيف نشاط أدائهم الدولي لأسباب انضباطية. وتابع أن خليل يوزيتش لا يرغب في استدعاء صاحب 23 سنة رغم تألقه مع نادي فيرونتينا الإيطالي، متخذا قراره النهائي بعدم الاكتراث لأداء اللاعب مهما أظهر من مستويات جيدة. وأشار الموقع إلى أن قرار استبعاد مالح جاء بالأساس جراء ملاحظات ومشاكل سلوكية وانضباطية بعدما انضم اللاعب لمعسكر المنتخب المغربي الخاص بمواجهة السودان وظل حبيس دكة البدلاء. وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع قد أكد أنه سيتم التطرق لملفات اللاعبين المستبعدين والعمل على إعادتهم للمنتخب المغربي ومن بينهم يوسف مالح. فياريال الإسباني يرغب في التعاقد مع لاعب مغربي بارز، حيث أعرب فريق فياريال الإسباني على اهتمامه بالتعاقد مع دولي مغربي بارز في مرحلة الانتقالات الصيفية. ووضع فياريال بمدربه إيمري المغربي أمين حارس ضمن قائمة اللاعبين الذين يود التعاقد معهم مستقبلا. ويلعب حارس كمعار من شالكا الألماني إلى فريق مارسيليا الفرنسي ويجهل لحد الساعة مصيره الكروي. وقدم حارس موسما جيدا إذ بلغ مع مارسيليا الفرنسي نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. ويبقى خيار فياريال خيارا مهما إذ يعد من بين أفضل الفرق في إسبانيا. نجح الموسم الماضي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وفي الموسم الحالي بلغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، كما حافظ على مساره الجيد في الليغا.